اللي عندهم نهائي معناها كبير، رهان كبير، دونك هما بالعكس هما اللي لاهيين برواحهم، هما اللي حريصين انهم يرتاحوا، انهم ياكلوا مليح، يشربوا مليح، خاصة في الأوقات تاع القادم. دونك معنا حتى النادي الصفاقسي يعاول على لحمة المجموعة ووفرة الزاد البشري وتناغم عناصره لتحقيق لقب ينهي به موسم متميز قدمه أبناء عاصمة الجنوب. النادي الصفاقسي متعود على تحضير النهائيات التونسية الإفريقية، ولهذا ما عندنا حتى إشكال، جو يعمل كيف وإن شاء الله المقابلة تتعدى في أحسن الأجواء. أبناء حمادي الدو في أجواء تفاؤلية تحدوهم رغبة للتتويج باللقب وإسعاد جماهيرهم العريضة في نهائي يلاقي فيه أبناء سياساس فريق جوهرة الساحل للموسم الثاني على التوالي. مهم برشا يعني ناخذ كاس تونس، هذا معناها حاجة أي مدرب معناها محتاج للي تيتري ذوما، سواء في السي في بتاعه سواء